أربعة أسباب على جالهم يحجروا لك رفض على الفيزا تاعك، وواحد فيهم كابور ما زيش تدخل كندا على 5 سنين وفيها ريسك مام تاع الحبس. السبب الأول هو أنك تبريزونتي ملف مالي غير كافي، حب يقول لازم تبين دائرة الهجرة بلي عندك دراهم كي راك جاي لهنا لكندا. وبالنسبة للطلبة لازم تبروفي لهم بلي تقدر تعيش هنا في كندا لمدة عام، تسمع عندك دراهم قيس ما تعيش لمدة عام هنا في كندا، وهما داروا حساباتهم وخرجوا بهذا الحساب. بالنسبة للزيتوديون اللي راهم هنا في كيباك لازم يكون عندهم على الأقل 13,000 دولار باش يقدروا يجوا لهنا لكندا، تسمى داروا لهم الحساب قسم ما يصرفوا لمدة عام. أما اللي راهم جايين المقاطعات الأخرين داروا لهم المبلغ حوالي 10,000 دولار. أما بالنسبة للعباد اللي راهم جايين هنا سياحة لازم على الأقل يكون في الكونت تاعك 4,000 أورو ولا ليكيفالون تاعو أون دولار، يعني 60 مليون بدراهمنا حنا تاع الجزائر. تسمى لازم تبروفيلو بلي راك خدام، منين جبت الدراهم هادوك بلي فيش دو باي، ويحوس يعرف اسكو دراهم هادوك صح ولا تاوعك اترافير هادو مالي فيش دو باي. والكونت تاعك لازم يكون اون ديفيز سواء اورو ولا دولار. سبب ثاني ما راكش راح تبين لهم بلي راك راح تعاود تولي للجزائر مور ما كي تجي لكندا. شتو بار اكزومبل لي توريست البابي هذاك تاع بلون دو فواياج هذاك اللي نخدموه باش زعما نورو لهم كامل لو تراجي تاعنا، زعما قال سمانه الاولى راني راح لاونتاريو، سمانه دوزيام راني راح لكيباك، سمانه ثوازيام راني راح بلاصه فلانيه. شتو هذا لو بلون تاع الفواياج هذا؟ لازم فيغ لافا كي تكمل كلش تقولوا بلاني حاب نعاود نولي للجزائر، هذه لازم تذكرها. وبالنسبه للزيتوديون في لا ليتر اكسبليكاتيف كي تكون تكسبليكي لهم علاش راك جاي لكيباك ولا جاي لكندا باش تقرا، لازم تمونسيوني بلي فيغ لا فان تاع هاد لا فورماسيون هاديك سواء في الجامعه ولا في سيجاب وراك تقرا راك رايح تعاود تولي للجزائر. واش دير؟ كيما انا مثلا قلت لهم اني حاب نجي نقرا هنا في كندا باش نربح ليكسبيريونس كنديان ونرفد معلومات، باسكو انا في الجزائر قريت لي نيوروسيونس كونيتيف، حبيت نزيد نتعلم الالكترونيك والانفورماتيك في لو تي اس في الجامعه اللي قريت فيها انا باش كي نزيد نلايم هادو مالي كونيسونس نهار نعاود نولي لبلادي راح نرفد بلادي بها. سيتي اكزاكتومون لو بوت تاعي. ومن بعد تبدلوا بيان سور الاهداف، تسمى لازم تمدلوا ديتاي تاع لو ديتاي علاش راح تجي، ولازم تذكر هذاك الديتاي لو بلوز امبورطون هو انك مرمى تفريها وتحقق الهدف تاعك تاع علاش راك راح تجي راك راح تعاود تولي للجزائر. جايه شغل ايلوجيك علاش؟ باسكو هما فير لا فان هما يقولوك بلي حنمدولك ريزيدونس مرمى كي تكمل قرايتك وتبدا تخدم مدولك ريزيدونس، بصح لازم تذكر لهم في لافان بلي راك راح تولي لبلادك. هذه خاصه بالنسبه للزيتوديون كي تكون عندك فيزا سائح، هذه بلا ما نقولها لك بلي لازم تذكر له بلي راك راح تولي للجزائر. سينو هو واش يقول لك؟ يقول لك بلي السيد راهو جاي دار فيزا تاع توريست لواش جاي باش يريح هنا في كندا، تما السبه تاعو باش يقدر يدخل كندا هي هذه فيزا توريست. كي يجي ما نجيش نسمعوا به كاع، ما يعاودش يولي لبلادو، سوا يحرق الفيزا تاعو سوا يقلبها حاجه واحده اخرى. دونك لازم الحذر من هذه الحاجه، لازم بريسيزي واشاك فوا بلي راح نعاودوا نولوا للجزائر. فوالا. السبب الثالث هو انك تحبط في النيفو، تريتروغرادي في النيفو تاعك. واش نقصد بها؟ انت مثلا زعما في الجزائر قريت ماستر في كاش شعبه، ومن بعد كي دير لا دومون تاعك باش تجي تقرا لهنا في كندا تقول لهم بلي راني جاي نقرا باك ولا نجي نقرا سيجاب ولا نيفو المهم حابط عليه، عباك بلي يشكو بزاف لي زاجون تاع ليميغراسيون يقول لك كيفاش هذا عنده نيفو طالع في بلادو جاي لهنا باش يقرا سيجاب. لاجون دي ميغراسيون واش يقول؟ علاش السيد هذا راهو ريتروغرادا من نيفو طالع للنيفو هابط؟ يدخل له شويه شك ويبدا يقول بلي هاد السيد كابابل راهو جاي لهنا بهاد الكوارت هذوما بلي جاي يقرا في سيجاب مثلا ولا جاي يدير فورماسيون تاع دي او بي غير باش يخدموا له الكوارت باش يدخل لهنا، ومن بعد كي يدخل لهنا ما يقرا ما والو، يروح يرومبورسي دراهمو ويدير واش يدير في البلاد. وهنا لازم بريسيزي بلي ماشي كامل لي زاجون دي ميغراسيون اللي يدخلهم بالشك هذا، كاينين عباد عرفت عباد كانت عندهم ماستر داروا دي او بي جاو نجحوا نورمال، وكاينين عباد واحد اخرين اللي رفو لهم اللي داروا لهم الرفي على جال هاد العفسه باسكو هبطوا ريتروغراداو في النيفو. انت اخي ولا اختي واش دير؟ عندك نيفو زعما عندك ميتريز عندك ماستر في الجزائر روح دير ماستر هنا، وتقدر مام تكمل دكتوره كونتاكتي برك ان ديريكتور تاع لا ريشيرش يسيني لك بلي هو راه يفا تو بخوندغ اون شارج
تكمل تقرا نورمال عادي. دوك نقول لكم حاجه، كاين زوج سبات علاش الناس يريتروغرادي. السبه الاولى وهي لا بلو كورونت هي يحبوا الدي او بي باسكو رخيصه الحاله وباسكو فيها 18 شهر، ماشي كيما في الجامعه فيها عامين. ميتريز مثلا فيها عامين، دكتوراه فيها 4 سنين على الاقل 4 سنين. والسبه الثانيه هو انهم يخافوا، يقول لك انا كاباب ما يقبلونيش، كاباب اللي النيفو تاع الجزائر غير معترف به، تما ما نديرش نيفو طالع، ما نديرش ميتريز، ميم سي انا عندي ميتريز، ميم سي تلقاه قرا بريمير اني دوزيام اني دكتوراه بصح ما يديرش نيفو ميتريز باسكو خايف يقول لك بلي النيفو تاعنا ماشي معترف به، تما نضرب لتحت ما خير. واغلب الناس دوكا اللي راهم يدوموندي فيزا تاع قرايه واش راهم يديروا؟ شو الحيله صغيره وشنو هي؟ يجي يسجل بلي حيقرا في الجامعه، تما يخلص لي فري تاع الجامعه، وبعد غير يلحق لهنا يبدلها دي او بي، تما يدوموندي من عند الجامعه ترومبورسي له دراهم هذوك، ومن بعد طول رومبورسمون واحد شهر ودي فوا حتى شهرين، سا ديبون لا شارج على الجامعه هذيك. ومن بعد اون فوا رومبورسي له منا واش يدير السيد؟ يروح يسجل في الدي او بي، يختصر العامين هذوك في عام وثمان شهور، ويختصر الدراهم هادوك اللي كانت واحد 45000 ولا اللي زعما مثلا حيخلصهم في لو تي اس بو الميتريز، حيخلص مع على باليش انا 20000 ولا 25000، ما على باليش اكزاكتومون شحال راهم لي بري، ومن بعد نفيريفيو ونعطي لكم لي بري. دونك الحباب دو بريفيرونس سيو كيفاش تيفيتيو انكم تريتروغراديو في النيفو، كمل مع النيفو تاعك. ميتريز تقدر تخليها في ماستر، دكتوره دكتوره، ميتريز تقدر تطلع شويه لدكتوره ماشي مشكل. السبب الرابع هو لو بلوز امبورطون كامل فيهم، وشنو هو في ميزكم؟ ترافيك خاوتي، راهو داير حاله. حابك بلي نورمال راني نشوف لي جروب، ندخل لي جروب زعما هادوك تاع لي حوسو يديروا دومون تاع فيزا باش نطلق لي فيديو تاوعي لتماك، باش تما نعاون الناس باش نوريونتيهم وكلش. واش نلقى؟ نلقى بلي سيد حايط خاوتي شكون اللي يخدم دوسي تاع فيزا حاجه مليحه اوريجينال، شكون اللي يخدم تال بابي، شكون اللي يخدم بلي راني خدام عنده، شكون اللي يخدم تاع الضمان الاجتماعي ولا ما باليش واش تاع لاكاس نوس تاع اسمو، شكون اللي يدرح لي روجيست كوميرس. ونورمال في العالم هكذا نورمال، ما كاش اشكال تما، ما كاش كاع احراج، حيطين عفايس كيما هكذا ومخلينها والناس تجاوب، روح عند فلاني روح عند فلان، يمدلو نيميرو تليفون باجا تاع فلاني، ناس راهم بلي باج دوكا تاع تدرح تاع الكوارت. هاك تيماجيني دوكا انت دير في بالك بلي راح تتعامل مع ان اجون ديميغراسيون قاري، سيد مداير فورماسيون سبيسيال باش يديتيكتي هاد الصوالح ويقرا العباد. تا كي تروح تهضر مع لاجون ديميغراسيون كي تلحق لايروبور سورتو لي زيتوديون يقراك خو، يبوزي لك دي كيسيون، يشوف لو كومبورتمون تاعك. دوكا هاد سي سي ان اكسبير في الدومين تاعو، دوك انت داير في بالك بلي تروح للسيبر ولا مع بيش تروح لفلان تخلصو شحال تخلصو باش زعما يخدم لك شي حاجه، ومن بعد تقول بلي فلافان علاش ترفزوا لي الاسمو تاعي وما عنديش الزهر وانا زهري نعرفو واحد تخلص عليا في الجزائر وغاشي كامل داروا لهم رفو، وتلقى في لي جروب هادو تاع نيت هم داروا رفو هاد العام غير لي روفي على جال يجيب لك نابورت كال سبه. بصح كل سبه الحقيقيه تاع الروفي تاع لا ماجوريتي تاع لي دوسي سي كو فيها تدراح فيها ترافيك بزاف، دونك يفو ايفيتي هاد العفسه. هما تشوف الغوفرنمون كنديان كي سابك بلي درحت لي بابي تاعك تسمى اضعف الايمان، كي يرحمك تسمى كي ما يدير لك والو لاجون دي ميغراسيون كي يشوف بلي عندك لي بابي تاعك مترافيكين واش يدير؟ يدير لك 5 سنين ممنوع عليك تدخل لو تيريتوار كنديان، كندا ممنوعه عليك 5 سنين، تسمى هادي اضعف الايمان. ويقدروا يديروا دي بورسويت جوديسيير، يقدر يشارعك. ايماجين كيفاش يشارعك؟ تقول انت تقول ما عنده ما يقضي ليها هو في كندا وانا راني في الجزائر، شغل يبعثوا اون لاتر لو غوفرنمون الجيريان باش ياخذ القضيه هذه ويمدوا لي بروف كونترك نتايا بلي هاي اللي قاعدين مدرحه وهادي مدرحه. وكاين اللي يقول لك بلي لا لا ما فيهاش بزاف ريسك تاع حبس وكذا ومن النوم لهيك. انا نقول لكم خاوتي ايفيتيو كاع هاد الصوالح، نيفيتي انا لي ريسك تاع الحبس تاع باش ما يديروليش الفيزا تاعي تاع 5 سنين. يا خويا انا نخدم دي بابي ريغلو ريغلو خو، ما عنديش هذاك البابي ما عنديش تاع خدمه، يا خويا نبدا نخدم ليم دراهم وما مطاني ليم دراهم وما مطاني نربح في ليكسبيريونس هذيك، وما مطاني راني نجينيري في لي رولفي تاعي لي رولفي بانكار لي اسمهم لي رولفي دو باي تاعي، تما راني لايم في هاد العفايس ونخدمها بعقلي وانتيكو بيان كاع. علاش ليا انا نحطها في الريسك؟ وكاين عباد لهم يقولوا خاوتي انا حطيت كلش مدرح وراني خايف نحط دوسي تاعي. ننصحك خويا ما تحطوش ما تحطوش خو، صدقني باسكو كي تحلبوا لك المره الاولى هما يقولوا 5 سنين في السيت تاعهم، بصح ما يزيدش يحلبك كاع خلاص تولي في البلاك ليست تاعهم، راك شايف؟ تسمع ايفيتي الماكسيموم بوسيبل. لوتر غيزون سي كو انت تقول بلي ما يدوموندوش السوابق العدليه لي زيتيديون مثلا ولا لا 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 التوريستيك، ما يدومونديوناش عفسه تاع سوابق العدليه، تسمى انا نكون كاباب تخت للحبس
دخلت للحبس وباليش انا قعدت ديالو كان نهار بصح في الفلوس متاعي في الكازيه تاعي راهو مكتوب بلي دخلت للحبس. ومن بعد واش دير؟ قول مادام هما ما يفيريفيوش تما ما نعطيلهمش انا البابي هذاك. انت تجيك في بالك بلي اصبر تشوف نخبي عليهم هاد لو ديتاي ونقول لهم بلي لا في سوابق العدليه ما درت حتى مشكله ما درت حتى عفسه. هنا عباك وقتاش هما يديروا لونكات تاعهم كي تروح تبصم ياخذوا لي زومبران تاعك وياخذوا لا فوتو بيومتريك تاعك. كي ياخذوا هادو يبداو يديروا لونكات تاعك. لونكات تندار في بلادك تسمى واش درت في بلادك اي او ميم طون يكونتاكتيو لانتربول باسكو يشوفوا الدوسي تاعك تاع لانتربول الشرطه الدوليه يشوفوا واش درت لي كريم تسمى على برا ولا دونك هما يفيريفيو كي يديروا تاع البصمه وكي يديروا هاد الحفايس يفيريفيو هاد الصوالح. ومن بعد كي ديكوفري بلي كذبت عليه بلي فيريفي بلي كاين عندك ان كازيي جوديسيار في الجزائر هنا كيف كيف يحطوك في البلاك ليست تسمى ما كاش كاع كيفاش تدخل كندا باسكو خبيت النيه تاعك باسكو عباك هما هنا جايين شويه نيه يامنك سوغ باغول يامنك مليح باسكو انا في الخدمه كي تبدا تقول لهم بلي فوالا انا راني سيريو جاد كاع واش كاين وشغل ما نديرش مشاكل في الخدمه وخلصوني برك وهات برك نجي لهنا بصح وشنو كي يديكوفريو عليك عفسه صغيره برك عفسه ان بتي تخيك برك عفسه عيانه درتها تما كينحو كامل هذيك الثقه وهذيك النيه اللي داروها فيك وطافيشه عندهم تما يتجنبوك الماكسيموم بوسيبل. دونك فوالا الحباب كانت هذه فيديو على الاسباب اللي خلوهم يديروا لك غوفو تاع دومون تاع الفيزا تاعك. اذا عندكم تساؤلات واحده اخرى حطوهم لي في لي كومونتير هنايا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.